الفرقه كانت عندهم كبيره والحمد لله تما ما لعبوش حتى قال غير يلعبوا هنا هذيك المناسبه تاع فريق الوطن ضد باستيا كان معهم كريمو رجل مزيان في 79 كان ترى عامل ما وكان من موجودك تانا وبالحيوان والدريسي عندي عدد التصاور ديالهم وهذا وكانت واحد فرصة كانت كبيرة بزاف وخسرنا معهم بواحد ودرنا معهم الروتور واحد كان جور درنا معهم الروتور في باسيا عاود خسرنا معهم تما بواحد كان عاد راب ديال لا هولوند كانت عندهم بس واحد غروند ايكيب واحد فرقة كانت عندهم كبيرة والحمد لله تما ما لعبوش حتى قال غادي يلعبوا هنا في وجده عاود كونتر ليبيا وكل الخير ان شاء الله. كان كريم متصل بلا فيدراسيون كان اتصل كي يقولوا له بدومو الله يرحمه قال له ودي باش نشوفوا بس غادي تلعب في وجده في المغرب عماري كان تما تاع ليكيب ناسيونال تاع هو الله يرحمه قال اتفقوا وياه قالوا نلعبوا في وجده ولا كاين ثلاثه تاع الدراري ولا اربعه تاع كانوا يلعبوا مع المولوديه في ليكيب ناسيونال هذا اتفقوا هذيك باش جات هو كراسا كريمو هو اللي اتصل بلا فيدراسيون ديك الوقيته وهذا باش اتفق مع دومو واتفقوا مع باستيا باستيا جات بالفري ديالها ماشي لا فيدراسيون خلصت جات بالفري ديالها وهذا خسر كريمو كان قالها لنا من بعد تقينا في لوتيل هاك عارف حفت شاي وهذا قالك لي فري ما خسرت حتى شي حاجه لا فيدراسيون وعاود قالك اودي المغرب غادي يمشي المغرب غادي يخلص غير الطياره مشينا طياره افيون سبيسيال كانوا كاع دي كرون جوار كانوا منهم الظلمي الله يرحمه كان بو يحياوي كانوا بزاف ما 79 ما نيش عقل عليهم هذا ودرنا ماتش تما درنا ماتش يعني كان عاود عندهم الجمهور شفتوا المغاربه المغاربه كثر من دوك لي فرونسي شجعونا وهادي وخسرنا ما قال لك اودي ما ماتش اميكال ما كاين مشكل وهذا تسمى بقاو يديروا لنا المورال. اولا تنقول هنيئا الجمهور الوجدي على قدوم الفريق الوطني لمدينتهم بعد 40 سنة من الغياب. لعبنا في 1979 الفريق الوطني المغربي ضد فريق باستيا. ديك الساعة كانت فريق باستيا من الفرق الكبيرة في أوروبا لأن كان ضم عدة لاعبين ممتازين من هولندا ومن فرنسا ومن اسبانيا. اجواء ديال المباراه نتاع 1979 غادي يشهد عليها الجمهور كله وربما راه عندكم صور وعندكم فيديوهات. كان الجمهور كان ملعب غاص كان يهز 26000 كانت فيه 26000 واحد متفرج. كان بالحيوان كان مصطفى الطاهري كان ظلمي كان عدة لاعبين كانوا اللاعبين اللي كانوا معروفين كاع ذاك الوقت راه ما عندنا هنا في الاخر كلهم. الان على ما اعتقد كاين ملعب في المستوى عنده مواصفات دوليه. نتمنى من المسؤولين باش نحظوا شويه بالاهتمام ديالهم مره يجيبوا لنا مباراه هنا وتكون مباراه ماشي غير مباراه وديه تكون مباراه لان كاين بزاف ديال المباريات اللي للجمهور الوجدي مشتاق باش تلعب في بلاده. مع الاسف الشديد كنا في طي النسيان لمده 40 سنه والحمد لله كنشكر بعد المسؤولين اللي نظموا هذه المباراه هذه في مدينه وجده.